يعد فيروس كورونا أحد الفيروسات الشائعة التي تسبب عدوى الأنف والجيوب الأنفية والتهابات الحلق، وفي معظم الحالات لا تكون الإصابة به خطيرة باستثناء الإصابة بنوعيه المعروفين بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والالتهاب الرئوي اللانمطي أو ما يعرف بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. فقد لقي أكثر من 475 شخصا مصرعهم بسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2012 في المملكة العربية السعودية، ثم في بلدان أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ثم أوروبا. ولكن منذ عام 2015 لم ترد أي تقارير أخرى عن حالات إصابة بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. ويعتبر فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروسا حيواني المنشأ، وهذا يعني أنه فيروس ينتقل بين الحيوانات والإنسان. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الإصابة بالفيروس بدأت من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع الإبل المصابة، ويعتقد البعض أن الفيروس قد كان مصدره في بداية الأمر من الخفافيش وانتقل فيما بعد إلى الجمال ثم من الجمال إلى الإنسان. يسبب فيروس كورونا ظهور أعراض تشبه أعراض الزكام، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة إلى معتدلة الشدة، وغالبا ما تتمثل بأعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل سيلان الأنف وصداع الرأس وضيق في الصدر ثم السعال والتهاب الحلق والحمى، بالإضافة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي. وتستمر هذه الأعراض في معظم الأحيان لفترة قصيرة من الزمن، وهذا لا يمنع من احتمالية تسبب الفيروس في ظهور أمراض الجهاز التنفسي السفلي مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب القصبات الهوائية. وهذه الالتهابات أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة، والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة والرضع وكبار السن. يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من المصاب إلى الآخرين من خلال الهواء والجو عن طريق السعال والعطس، إضافة إلى الاتصال الشخصي مثل اللمس أو المصافحة، ثم لمس الأسطح الملوثة بالجراثيم ولمس الفم أو الأنف أو العيون قبل تنظيف اليدين. ويكون انتقال العدوى أكثر سرعة في فصل الشتاء مقارنة بباقي الفصول. وقد تسبب نوعان من فيروسات كورونا بأوبئة خطيرة، أولهما فيروس سارس، وتسبب في وباء عالمي انتشر بين سنتي 2002 و2003، وكانت الخفافيش هي المصدر. أما الثاني فهو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو ما عرف بفيروس ميرس، واكتشف لأول مرة في عام 2012 في الشرق الأوسط. وفي العام الجاري 2020 تم اكتشاف فيروس كورونا مستجد في الصين، ويفترض أن يكون المصدر حيوانا بيع داخل سوق للحيوان في مقاطعة يوهان الصينية التي يقطنها 11 مليون نسمة. ثم تطور الفيروس وانتقل إلى الإنسان وتكيف بشكل سريع حتى أصبح قادرا على عبور الحدود الصينية، وهو ما تأكد بعد اكتشاف حالات إصابات بدول مختلفة بعد وفاة 10 مواطنين صينيين. أما الدول التي انتقل إليها الفيروس الجديد فهي أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند وغيرها. لا يوجد حاليا أي لقاح للحماية من عدوى الفيروس، ولكن يمكن الحد من خطر العدوى عن طريق القيام بتنظيف اليدين وتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم إذا كانت الأيدي غير نظيفة، إضافة إلى تجنب التواصل عن قرب مع الأشخاص الذين يعانون من المرض. أما بالنسبة للشخص المصاب فمن الأحسن أن يلتزم بالبقاء في المنزل والعلاج تفاديا لانتقال العدوى إلى الآخرين، كما يتوجب عليه تغطية الفم والأنف
بالمناديل الورقية عند السعال أو العطس والتخلص منها، إضافة إلى ما قيل فاتباع تدابير النظافة العامة بما في ذلك غسل اليدين بانتظام بعد لمس الحيوانات وتجنب التواصل مع الحيوانات المريضة والتقليل من تناول المنتجات الحيوانية الخام أو غير المطبوخة بما في ذلك الحليب واللحوم قد يقي الإنسان من الإصابة بالفيروس.